بدها تروح لعند امها يا حبيبي يا مالك. في طفله ما بدها تروح عند امها ستلو؟ لاروع القصص اشتركوا هلا بقناه مالك مكتبي الرسميه على يوتيوب. هاي كرمي المدرسه. هيدا اللي وصل لك من امك؟ نعم. هيدي هي ساره؟ نعم. وهيدول مين؟ هيدي اختي ياسمين، وهيدا خيي لما هي امي جوزت مره تانية، وفي بعد خي اكبر منه شوي بس منه بالصوره. مين قال لك جوز مره تانية؟ هي فهمتني انه جوزت مره تانية، والشخص كمان اللي جاب الرساله فهمها انه لما راح لعندها كان امي مجوزت، جيت جابت صبيان. ليش كانت حريصه تخبرك هيدا الخبر؟ لحتى اكرهها زياده. طيب الام ما بعتت رساله؟ رسالة حاولت أقريها ما كنت أفهم الإنجليزي، عملت مستحيل لحتى لقي حل. آخر شيء يأست خزقت الرسالة من دون ما تفهمي؟ ما بدي أفهم ولا شيء، فهمت إنه خلص عيشي حياتها إنه ما بدي ياني. أختك جاكلين شو بتتذكري عنها؟ كان دايما مكمشة في إذا بدي روح عند أولاد الجيران ألعب تلحقني. وياسمين؟ كانت امي تجي لحتى تغسل تياب اختي ياسمين، كان انا شيلهم خبيهم. بروح انا غسل تياب اختي، ما كان اقبل امي تغسلهم، كان انا بايدي، كان كثير مبسوطه باختي. كاترين صبيه بلا اوراق، لانه بي حب اجنبيه وشاء القدر يتوفى قبل ما يثبت زواجه بلبنان ويسجل زواجه بلبنان كرمال يقدر يسجل بنته، حتى لسي باسي اللي جيتي فيه من ليبيريا محتجز. أنا عملت مستحيل، آخر شيء أنا لحالي فتحت الخزانة، أخذت المفتاح، أخذته وهربت أنا. مين الخيط أو الخيوط يلي ممكن يعطونا أي معلومات عن سارة؟ لور، هي بتعرف كل شيء بس مستحيل إنها تساعدنا تعطيني وين عنوان. مين بيحكي معها؟ بفضل إنك أنت تحكيها. ألو؟ ألو مرحبا. أهلا مدام لور. مين بريدة؟ مدام لور مين بريدة؟ معك مالك مكتبي. إيه أهلا مدام لور، كيف صحتك؟ إيه نعم. تعرفيها منيح لمونروفيا؟ أكيد. كم سنة عشت فيها؟ شي 17 سنة مع جوزي. ست لور، أنا عم فتش على امرأة ليبيرية اسمها سارة زيرا. سارة فيرا؟ نعم. ايه شو بها؟ تعرفيها؟ ما بقدر أعرف عن مظبوط غير ما أعرف شو الموضوع. عم فتش لأنه في كتير أسامي سارة. سارة ممكن بمروفيا بغيروا أساميهم من وقت للتاني. سارة زيرا بتكون بتقربك ست لور، يعني بتكون زوجته لفؤاد سلفك. هلا نيجي توضح الموضوع، ما بعرفها شايفتها مرة بحياتي. أنا بس عم بسأل عن سارة لأنه في صبية اسمها كاترين، بتعرفيها؟ إيه مزبوط. كاترين وين؟ كاترين كانت قاعدة معي، أنا جابوها ناس لهوني، أنا ما حبيت تقعد عندهم كخادمة، يعني قلت له تجي تقعد معي بالبيت، يسويها ما يسويها. بالاخير تعرف انت عقليتهم شوي مبعد، صارت تحكي بتطالع وبالنازل، يا ويلك من الله يا مدري شنو، ما حطيتيني بالمدرسه. قلت لها يا بنتي جربت ايدك على اسم بيك بس ما قدرت، وبلا وراء ما بفوتوكي على المدرسه. قلتي لي عقليتهم عقليه مين يعني؟ قلتي لي عقليتهم عقليه مين؟ ليك عندها شويه نشغله. الأم سألت عنك كل هالسنوات؟ لا ولا مرة. ليش برأيك؟ والله ما بعرف، أنا ما بعرف شيء منك، وأنا صار إلي بيجي فوق 20 سنة ما عدتش رحت. هي تنازلت عن بنتها؟ إيه عملت لي ورقة تنازل، إيه رحت على أفريقيا بعت وراها، هاي المرة الوحيدة اللي شفتها، وقلت لها اعملي معروف اعملي لي ورقة تنازل وفي أمضى، وتنازلت لي عنها. ورجعت اللي جابوها كانوا لهوني، عطيتهم حق التيكت، بتعرف عملوا لها باسبور واوراق وما بعرف شنو، هي معها لسي باسي.
ليش بدك ورقة منها؟ أنت شو بدك بالصبية؟ شو بدك بنت عمرها 6 سنوات؟ شو بدي بالصبية؟ لأنه جبوا وحطوها عندي. سؤال إيه؟ بس بدي أفهم سؤال، هيدي البنت اللي عمرها 6 سنوات ليش تركتيها عندك؟ ما بعتيها عند أمها وتكفي وتكبر عند أمها؟ هيدا السؤال. ما بدها تروح لعند أمها يا حبيبي يا مالك. في طفلة ما بدها تروح عند أمها ستلور؟ إيه حكيت لي حكي شي بجنن عن أمها. عذرا على التعبير، اشتغلت خادمة عندك؟ يا خيي مش قصة خادمة، لا كنت أعطيها معاش، كنت أمن لها كل مطالبها. ليش ما تعطيها معاش؟ ما هي ما بدها. مثل ما قلت لك ست لور، عم بتصل فيك كرمال خدمة إنسانية، كيف ممكن نوصل لسارة؟ آخ والله ما بعرف يا مالك. ما بعرف إذا بعد في حدا من بيت حاتم بيعرفوها أو شيء. ممكن ريمو يساعدني؟ لازم. إذا ما بعرف، أنا بفتكر عم بيقولوا لي كان مريض وعم بضيع. قديه تقريبا عمره ريمون اليوم؟ رسالة كبيرة بحياتي. عندك رقم ريمون؟ بدي يوم برم لك على حبيبي بعد إذا كانت تتصل فيي بعد شي نص ساعة. بدنا نطلب ريمون. رقم الثابت. ألو. ألو. نعم. مرحبا. أهلا. أستاذ ريمو موجود؟ مين بريده؟ مالك مكتبي. مالك مكتبي؟ نعم. مدامته بيمشي الحال؟ أكيد. مرحبا مدام، كيف صحتك؟ أهلا أهلا. كيف صحتك؟ الحمد لله. ذكرته كيف؟ عظيمة جدا. أنا عم بتصل فيه لخدمة إنسانية ستنا. شو هي الخدمة؟ أنا عم فتش على صبية، على سيدة بليبيريا اسمها سارة زيرا. نعم. وأنا بعرف إنه الأستاذ ريمون بيعرف بيعرفها وبيعرف وين ساكنة. طيب أنا بسألك إياه بس يجي، معلش. بس أنا مضطر هلأ على المعلومة. طيب بحكي صوته حدك؟ لا هو مش حدي، مش حدي، في بنتي عم تقول. طيب حبيبي وقت يحكينا بنحكيك. اوكي. صوت ريمو. صوت ريمو. مع ابني مشوار. صوت الاستاذ ريمو حدك. اوكي. فيني احكي معه؟ عم اقول لك منوش بالبيت. بس صوت مين كان حدك؟ في صوت رجال كبير بالعمر. لا عنا ناس حبيبي، عنا ناس. بس بدي اعرف معلومة عن سارة زيرا، بس وين ساكنة بمونروفيا؟ اوكي وقت يجي بحكيك. اوكي. ما هو موجود حدك يا حبيبي. مش موجود حدي ولا يا مسيو مكتبي. ستنا. الو. سكر الخط. الو. للأسف ما قدرت اتواصل مع ريمو لكذا سبب، قد لا يكون في المنزل، يمكن يكون صحته شوي عم بيتعب، أو يمكن فعلاً ما عنده أي معلومات. في خيط واحد ممكن يوصلنا.